يعني الصورة هي كباقي صور المحافظات، غارات إسرائيلية عنيفة ومكثفة تستهدف مناطق مختلفة في قطاع غزة. قبل لحظات قليلة من الآن وصل إلى مجمع الشفاء الطبي عدد كبير من الإصابات في غارة إسرائيلية وقعت في حي الصبرة في جنوب مدينة غزة. نقل على إثرها عدد كبير من الإصابات، من بينهم أطفال وسيدات وكبار السن. وأيضا قبلها سبقها غارة إسرائيلية بالقرب من مفترق الجامعات، مفترق الأزهر هنا في غرب مدينة غزة، حيث شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية أيضا غارة تجاه مجموعة من المواطنين كانوا يتواجدون في تلك المنطقة، وعلى إثرها نقل عدد من الشهداء إلى مجمع الشفاء الطبي. كيف يتم نقلهم؟ يتم نقلهم عبر عربات تجرها دواب، نظرا لأن السيارات الإسعاف باتت لا تتمكن من التدخل بين الشوارع والأزقة من أجل أن تنقل هؤلاء المصابين والشهداء. كثفت إسرائيل غاراتها أيضا بشكل جنوني في مدينة غزة طيلة ساعات الليل وحتى فجر هذا اليوم. على مقربة من مجمع الشفاء الطبي كان هناك أكثر من غارة. الآن وأنا أتحدث معك هناك غارة إسرائيلية جديدة، الآن هناك غارة إسرائيلية جديدة في جنوب مدينة غزة، بالتحديد في منطقة تل الهوى. نسمع صوت الانفجار وتصاعد لأعمدة الدخان في هذه اللحظات. الغارات الإسرائيلية كثفت إسرائيل من غاراتها في محيط مجمع الشفاء الطبي. على مقربة من هذا المكان تم استهداف منزل يعود لعائلة الحاطوم، وتم استشهاد عدد كبير من المواطنين. وأيضا كان هناك غارة أخرى في حي الصبرة في جنوب مدينة غزة تجاه منازل أحد المواطنين. وعلى مقربة من مجمع الشفاء الطبي تم استهداف أحد الطوابق التي بها ألواح شمسية. ومع كل غارة في محيط مجمع الشفاء الطبي تتناثر شظايا هذه الصواريخ لتصل هنا إلى ساحة المجمع هنا، وكذلك لتصل إلى غرف وأقسام العناية المكثفة والطوابق التي يتواجد بها المصابين. سيارات مدنية لا تتوقف، يعني أنا أتحدث معكم في هذه اللحظات وهنا على متن هذه السيارة يتحدث أحد الشبان أن هناك يعني شهداء يتواجدون في هذه السيارة التي أتواجد الآن على مقربة منها. الآن يعني يقعون على الأرض أقارب هذا الشهيد. الآن تصل إذن شهيد الآن يصل إلى مجمع الشفاء الطبي عبر سيارة مدنية، وما زالت سيارات مدنية أخرى تصل. نحن نتحدث عن استهداف مركز لليوم 34 من الحرب الإسرائيلية يستهدف منازل المواطنين والمدنيين العزل. سيارات مدنية نظرا لأن هناك أكثر من 40 سيارة إسعاف دمرتها إسرائيل وخرجت عن الخدمة، استهدفتها بشكل متعمد. في ساعات الليل تجد صعوبة سيارات الإسعاف في الوصول إلى المصابين أو الشهداء. سيارات الدفاع المدني كما أبلغنا بالأمس أنه بات هناك استهداف متعمد لها من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية، حتى الشاحنات الثقيلة التي تعمل على إنقاذ حياة هؤلاء المصابين. الآن أتحدث معكم وما زال أعداد كبيرة تصل من المصابين والشهداء من غارة إسرائيلية في حي الصبرة. إذن نسمع الآن في حي الصبرة مجزرة إسرائيلية جديدة، استهداف لأحد المنازل. الآن أطفال يصلون تباعا إلى مجمع الشفاء الطبي هنا، الآن الإصابات تصل تباعا عبر سيارات مدنية في هذه اللحظات. إذن مجزرة إسرائيلية جديدة في حي الصبرة. في كل اللحظات المجازر الإسرائيلية لم تتوقف في مدينة غزة، فإسرائيل تفرض طوقا أمنيا مشددا عليها، كل ما يتحرك يتم استهدافه. لم توقف إسرائيل غاراتها بالمطلق، لم تهدئ من حدة النيران التي أطلقتها على منازل المواطنين والمدنيين العزل. نحن أمام عدد كبير من الشهداء وارتفاع متصاعد بشكل غير مسبوق في أعداد الشهداء، لأن الغارات طيلة ساعات الليل استهدفت منازل المواطنين المدنيين الآمنين العزل الذين تزداد أعدادهم بشكل كبير، أكثر من 10,500 شهيد، والأعداد خلال الساعات القادمة وفي إحصائية جديدة ستكون ارتفعت بشكل كبير وكبير جدا. أعداد المصابين تزداد بشكل غير مسبوق، وما يخرج من المصابين إلى جمهورية مصر هو أعداد قليلة، لأنه يتم التنسيق لأعداد بسيطة ويرافقها طواقم من الصليب الأحمر. إذن نتحدث عن آخر المجازر في هذه اللحظات، هي في حي الصبرة في جنوب مدينة غزة. مجزرة حي الصبرة الذي هذا الحي يقع منه أحد المصابين الآن.
هذا الحي يقع في جنوب مدينة غزة ويعود الآن كما يردنا أنه لعائلة الغرة، وأنا على صعيد الشخصي لا أحب أن أسمع هذا الحي بالمطلق لأنني أقطن فيه، ودائما ما أنظر للمصابين الذين يصلون اتباعا إلى مجمع الشفاء الطبي. هذا الحي هو حي مكتظ بالسكان بشكل كبير جدا، الآن يتم نقل مصابين وشهداء من تلك المنطقة، وكما يردنا أنهم يعود. هذا المنزل الذي تم استهدافه هو لعائلة الغرة، يقع في جنوب مدينة غزة، منطقة ذات كثافة سكانية غير مسبوقة كباقي المخيمات الفلسطينية وكباقي الأحياء والأزقة. نحن نتحدث عن قطاع غزة، كتلة خرسانية ملتصقة ببعضها البعض، كل غارة يعني أن هناك جريمة، يعني أن عشرات المنازل ستسقط على رؤوس قاطنيها، لأن إسرائيل دون سابق إنذار تقوم باستهداف هذه المنازل. هذه هي مجزرة واحدة من بين آلاف المجازر، وإسرائيل مسحت عائلات بأكملها من السجل المدني لأنها بالفعل هي ما زالت تواصل حربها، والسكان هنا الذين يموتون جوعاً ينتظرون بفارغ الصبر أن تدخل المساعدات الغذائية والإغاثية لهم وأن توقف هذه الحرب بشكل عاجل وسريع جداً، لأنه لم يبقى لهم يعني سوى الموت الآن من شدة الجوع. ذكرت محمد بأنك تسكن في حي صبرا، وشخصياً لا تحبذ أن تسمع أخبار عن قصف هذا الحي وتخشى من أن يصل أي أحد من هناك، وكصحفيين قد ينسى البعض بأنكم قد تكونون يعني قد يكون الصحفي في النهاية أب أو ابن أو زوج أو أخ أو يعني لديه ارتباطات عائلية، بالنظر إلى كوننا أو كون المشاهد يرى الصحفي باستمرار في التغطيات على الهواء مباشرة وقد ينسى هذا الجانب الإنساني والاجتماعي لديه. بما تشعر الآن وأنت من قطاع غزة تسكن في هذه المدينة ومن أحد أحيائها التي تتعرض باستمرار للقصف، كيف تشعر وأنت تغيب عن أهلك وعن عائلتك لساعات وربما لأيام عندما تسمع أخبار قصف تقع في نفس الحي الذي تسكن فيه؟ يعني أنا أتحدث لأن منزلنا كان قد قصف قبل عدة أيام، كما قصف منزل الزميل محمد أبو ناموس أيضا، واستشهد ابن أخي في الاستهداف للمنزل، واستشهد ابن خالتي، والمنزل مدمر ولا يصلح للسكن، انتقلنا لمنزل آخر وأخشى أن يتم استهداف المنزل الذي انتقلنا إليه مرة أخرى. فهذا هو شعور أي صحفي هنا، نحن ما أن تقع غارة نقعد نلتفت يمنة ويسرى لنعرف ما الهدف وأين المكان بالضبط، لأن الاتصالات يعني أشبه بالمعدومة هنا والمقطوعة، ولا يوجد إنترنت ولا نستطيع الاطمئنان على بعضنا البعض. عندما يتم استهداف مجمع الشفاء مرتين لا تستطيع أسرنا أن تتواصل معنا وأن تعرف هل نحن على قيد الحياة أم لا، لأن آخر الغارات كانت فوق السطح الذي الآن نحن أسفل منه نقف أمام الكاميرا، ولا أحد يعرف يعني ما الذي يعيشه الصحفي هنا. نحن نتعرض يعني كباقي الشعب، بيوتنا تقصف وتستهدف وأهالينا يستشهدون، وتبقى الخشية أن نفجع بالمزيد منهم لأننا يعني كل المناطق مستهدفة. نحن نهرب من الموت هنا، نصل بيوتنا وننجو من غارات إسرائيلية أخرى تكون أيضا بجانب بيوتنا، يصاب أقاربنا، فجأة نجد أن أقارب لنا بين الشهداء يبحثون عن الأقارب للتعرف عليهم. نعيش ظروفنا ربما في مدينة غزة صعبة وقاسية جدا، نحاول أن نتماسك وأن نظهر بموقف أننا أقوياء وقادرين على استمرار هذه التغطية، لكن نحن بالفعل لا نختلف بالمطلق عن من يتواجدون هنا سواء كانوا نازحين أو مواطنين. هم لا يجدون الطعام والشراب، وأسرنا حتى الذين يتواجدون في داخل المنازل لا يجدون طعام ولا شراب، بمعنى الكل واحد، من نزح ومن لم ينزح هو لا يجد لا طعام ولا شراب ولا يجد مياه حتى للاستحمام، والظروف صعبة جدا ليس فقط على النازحين، أيضا من بقوا داخل منازلهم فهم إما سيتعرضون للقصف والاستهداف وإما أيضا سيموتون جوعا بفعل هذه الغارات الإسرائيلية المتواصلة على مدينة غزة. شكرا لك.